عشان نكون بنتكلم صح. الآن من داخل مقابلة الدكتور نبيلة العربي وزير الخارجية الأسبوع كان في احتفال كبير من المزباة الصغيرة. طبعا يعني نحن متابعين معاكم يعني بدها تعرف الأمراض أقارب طبعا وشورة الوسطى من في تغطية حلقة الشمالي هنا متابعين معاكم على كل حزين كلنا طبعا على وفاة الدكتور نبيل العربي له انجازات كبيره جدا طبعا مع وزاره الخارجيه المصريه. طبعا زي ما احنا متابعين وشايفين معاكم جميله من الحزن الشديد تسيطر على الاهل والاقرب. داخل المقابر طبعا كبيرة من الحزن الشديد يسيطر على العائلة. طيبا طاهرا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن اما شاء من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكل ما لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعلنا لك من عبادك الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عزاؤنا في قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عزاؤنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بما نمر به الآن ولا يسعنا إلا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. فقد فقد زوجته في حياته ومعظم أبنائه في حياته وكان يحزن، ولكن كان يقول إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق فقيدنا لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل في علاه. عزاؤنا في قول الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لعبد المؤمن جزاء عندي إذا قبضت صفيه وحبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذه حقيقة كتبها الله تعالى على عباده الأولين منهم والآخرين، ولا يسعنا إلا أن نصبر ونحتسب. في يوم من الأيام مر النبي على القبور فإذ بامرأة تبكي فقال لها الرسول يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي وهي لا تعلم أنه رسول الله. فلما علمت ذلك جاءت إليه معتذرة فقال له الرسول إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن رحمة الله تعالى بنا أن جعل بيننا وبين من فقدنا من آبائنا وأمهاتنا وأحبائنا بابا
موصولا بيننا وبينهم إلى يوم القيامة. قال رسول الله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فنتوجه إلى الله بقلوب مطمئنة بقضاء الله تعالى وقدره وحسن ظن في الله عز وجل أن الله عز وجل سيقبل تقيدنا ويرحمه. اللهم اغفر له ويرحمه، عافني يا ربنا واعف عنه، اكرم يا ربنا نزله، وسع يا ربنا مدخله، جاف الارض يا ربنا عن جنبيه، اللهم جازه بالاحسان احسانا وعن الاساءة عفوا وغفرانا. اللهم ان كان محسنا فزده احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاتك. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به فاكرم نزله. اللهم وسع مدخله وجاءت الارض عن جنبيه، والهمه الاجابه الصالحه الصادقة التي ترضيك يا ربنا عنه. اللهم اجعله يقول ربي الله، اجعله يقول ديني الإسلام، اجعله يقول محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. واسقه من يد نبينا محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فيه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم شفع فيه الصيام، اللهم شفع فيه القيام، اللهم شفع فيه الصلاة، اللهم شفع فيه الزكاة، اللهم شفع فيه حج بيتك الحرام. اللهم إنا جئناك ودعوناك يا ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، واقبل شفاعتنا فيه يا ربنا. اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم ثقل في الميزان حسناته، اللهم ثبت على الصراط أقدامه ولا تخزه يا ربنا يوم يبعثون. اللهم انقله من مراتع الضيق وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود، في طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. واجعل له يا ربنا في الجنة فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم ادخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل له في قبره نورا، عن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا. اللهم شفع فيه الصيام والقيام وشفع فيه القرآن. اللهم آنس وحدته بالقرآن، اللهم أنر قبره بالقرآن، اللهم آته بكل حرف من القرآن في ميزانه حسنة، وارفع درجاته في الجنة بكل آية من القرآن درجة، وشفع فيه القرآن والصيام والقيام يا ربنا. اللهم احشره مع النبيين، اللهم احشره مع المرسلين والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه. اللهم بشره في هذه الليلة بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعله يرى منزلته في جنة الليلة يا رب العالمين. اللهم اجعل الملائكة يطوفون عليه في قبره ويقولون له: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اجعل الملائكة يدخلون عليه ويقولون له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اجعل الملائكة زوارا له في قبره ويطعمونه من طعام أهل الجنة ويسقونه من شراب أهل الجنة ويمتعونه من متاع أهل الجنة. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه. اللهم أدخله في هذه الليلة
بدارا خيرا من داره، ومقاما خيرا من مقامه، وجوارا خيرا من جواره. اللهم ارحمه في هذه الليلة، اللهم انزل عليه رحمة من رحماتك، فانك انت القائل في كتابك: ورحمتي وسعت كل شيء وهو شيء، فانزل عليه يا ربنا رحمة تغنيه بفضلك عن رحمة من سواه. اللهم انك عفو تحب العفو تعفو عنها، اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو تعفو عنها. اللهم انه اغلقت عليه الابواب وانقطعت عنه يا ربنا الاسباب، وحيل بينه يا ربنا وبين الاهل والاحباب، لا منجي عندها سواك يا ربنا، يا مغيث اغثه، يا لطيف الطف به، يا رحيم ارحمه، يا عفو اعف عنه. اللهم انك عفو تحب العفو تعف عنه. اللهم ادخله دارا خيرا من داره، اللهم ادخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولسكان هذه المقبرة، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله، وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.